اخر فيديو نزلت في القناه كان هو طريقه تحضير القناش. اليوم غادي نتقاسم معكم فين ممكن تستعملي هذا القناش. وصفتي لليوم عباره عن كيك فردي كيجي رائع في المذاق وطريقه زين كذلك. خليك تعرفي على المقادير وطريقه التحضير. في إناء غادي نوضعو 200 غرام شوكولاتة بالحليب اللي قطعناها قطع صغيرة باش تسهل علينا العملية ديال القناش، ونسكبو عليها 200 مليلتر من الكريمة ديالنا اللي كتكون سخونة مزيان، ونغطوها بورق طبخ لمدة ديال 2 دقائق. هاد العملية دي كتخلي أن الشوكولاتة يذوب بكل سهولة. من بعد غادي نضيف لها ورقة جيلاتي اللي كنا ديجا مفزقينها من قبل ومعصورة من ماء مزيان، ونخلطو الكل جيدا حتى يذوب الشوكولاتة والجيلاتين. في حالة الى بقاو لينا بعض القطع ديال الشوكولاتة ما دابوش، نخلطو الكل تحت حمام مائي غادي نضيف لها 160 مليلتر ديال الكريمة السائلة باردة اللي بقات لينا. كنا استعملنا 200 مليلتر كريمة سخونة، دابا غادي نستعملوا الباقي اللي هو 160 مليلتر كريمة باردة. غادي نخلطوا الكل جيدا. من بعد نصفيوا الخليط ونوضعوا عليه البلاستيك الغذائي كيف كتلاحظوا معايا. في الاخير ندخلوه للثلاجة على الاقل 6 ساعات، او من الاحسن نخليوها ليلة كاملة. في اليوم الثاني كنخرجوا القناش ديالنا. لاحظوا معايا كي كيولي القناش كيولي جد ناعم وكريمي، هكذا كنعرف بان القناش ديالنا راه ناجح 100%. من بعد غادي نطربوه على الاقل مدة 5 دقائق. نملؤوا الجيب الحلواني بعد ما كنختاروش ديال البق اللي بغينا حنايا. انا اختاريت هذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا معايا. نقدروا نزينوا به، نديروا به وريضات كتزين فوق اي كاطو عندنا. نقدروا نستعملوه كحشوه، يجي قوام ثابت ما كيسيحش لينا نهائيا، واخا نكونوا ما واضعينوش في الثلاجه كيبقى شكله ثابت وكيبقى شكله زوين ما محببش، كيتبان الكريمه جد ناعمه. بالنسبه للجنواز، اول مرحله غادي نديرو هي غادي نغربلو المكونات الجافه اللي غادي نحتاجو فيها كاس زائد كاس لاروب ديال الدقيق، ما يعادل 180 غرام، 20 غرام ديال الكاكاو ما يعادل 2 معالق كبار، وخميره وزن 8 غرام. كنغربلو هاد المكونات مزيان وكنخلطوهم ونتركوهم جانبا. المرحلة الثانية فوق حمام مائي غادي نطربو 4 البيضات مع كاس ونصف ديال السكر حبيبات ما يعادل 200 غرام ديال السكر، وساشي دباني وزن 7 غرام.
نطربوهم مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو. الطراب كياخذ 5 دقائق تقريبا، ونكونوا على انتباه ما يطيبش لينا البيض. مره كنقيسوه بالاسبوع ديالنا، الا حسينا به سخون كنزولوه من الحمام المائي ونكملوا عمليه الطراب حتى نحصلوا عليه بهذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا. هذه المرحله جد مهمه باش كينجح معنا الجينواز. من بعد كناخذوا خليط الدقيق اللي ديجا وجدنا من قبل وغربلناه، كنضيفوه الخليط ديال البيض بالتدريج على 4 ديال الدفعات، وحنا كنحركو غير بالمهل من تحت لفوق باش ما يطيحش لينا البيض. من بعد نوضعوه في صينية الفرن اللي فرشنا له ورق ديال الطبخ، ونوزعوا الخليط غير بشويه. صينية الفرن اللي هنايا استعملت فيها 25 على 24 سنتيمتر، تقدروا تستعملوا صينية اكبر من هذه، المهم هذه انا باش تخرج لي غليظه لانني غادي نقسم الجينواز على جوج. ندخلوه للفرن مسخن من قبل لمده 10 دقائق. من بعد ما طيب الجينواز وتكون بردات، غادي نقطعوها على شكل دوائر بحال اللي كتلاحظوا معايا. بغيتو تخليوها تكون عائليه كنخليوها، انا فضلت نغير الشكل نديرها على شكل فردي فقط بهاد القطعه اللي كنديروها حتى باش كنقطعوا البيتزا. من بعد غادي نوجدوا السيرو اللي كيجي رائع، طبقوه في اي نوع من الكيك عندكم. اذا في كاسرونه غادي نوضعوا 200 مللتر ديال الحليب، معلقه كبيره ونصف نسكافيه، ومعلقه كبيره كاكاو حلو او بودره شوكولاته. نخلطوا الكل على البارد مزيان، عاد نوضعوا على النار حتى يغلي واحد شويه. كنبداو نديروا المونتاج، خص يبقى الناس سيرو سخون وحنا كنديروا على الكيك بعد. اول حاجه غادي نسقيو قطعه الكيك الاولى مزيان، ثم نوضعوا الكانا الشوكولاته اللي وجدنا من قبل بهذه الطريقه اللي كتلاحظوا معايا. نوضعوا من بعد قطعه الكيك الثانيه، نسقيوها كذلك بالسيرو اللي كيكون مازال سخون، ونوضعوا طبقه ثانيه اخرى من الكاناش. كنستمروا هكذا مع باقي الكيك حتى كنساليو جميع القطع، ونوضعوها في الثلاجه. من نبغيو نقدموها كنزينوها بالفواكه او قطع شوكولاته او كنخليوها هكذا. انا هنايا زينت فقط بشويه شوكولاته كانت عندي في الدار لان ما كانش عندي الوقت باش ناخذ وقتي في التزيين. هذا الكيك او هذا الكاطو كيجي سهل،
اسهل حاجه اللي توجديها للضياف ديالك بدون تعب بدون تعقيدات، كتوجد بسرعه اول حاجه، كتجي بنينه ثاني حاجه. انا متاكده اثناء الاعجابكم في اول مره غادي تجربوها، جربوها وغادي تولي معتمده عندكم اكيد. اذا بصحه وراحه والى فيديو قادم ان شاء الله.